اسم عبد الله اي سي سلك الدراسات الانجليزيه السنه الثالثه. انا جيت باش نسجل هنا عندي سيرتيفيكا ميديكال. جيت لقيت واحد الظروف سميتو لا لقيت كنتسنى دابا استعمال الزمن لومبلوا باش قالوا لي راه مازال ما كاين والو. انا كنبات في الزنقه دابا شهرين هادي وانا كنبات في الزنقه. مره كيتعاونوا معاك الطلبه كيجيو الطلبه كيسولوا مره ما كاين والو. انت كتشوف اسميتو ديالي بطاقه الطالب. وداك النهار ملي جيت باش نسجل تعرفت لواحد سميتو ديال الشكايه. هادي واحد الشكايه ديال السب والشتم هنا نيت حدا الكليه. واحد 3 ايام هادي ديال الضرب والجرح. ها هي صبعي وتضربت هنا وهنا في سوق الحد. يعني هادو من بين الاخطار اللي كتعرف. اي من بين الاخطار. انت كتشوف جاو كيهرسوا لي الجاج كيهرسوا لي القرعي ديال الجاج باش ما ننعسش هنا. انا في بلوزو قدام سميتو كليه الادب والعلوم الانسانيه المنفص ديال حي السلام حي الداخله تبع الحي الداخله في اكادير. دابا حتى انا ما كتبغي تريح في شي قهوه كيجي كيقول لك مول القهوه لا انت ما تريحش. انا كنبان لهم بحال ما عرفتش شبح ولا ما كيشوفوني بواحد النظره في الشكال. ما كيشوفونيش بانني انا واحد منهم بنادم بحالهم بحال سميتو. ما عرفتش انا ما فهمت والو. هذا هو المشكل ديالي لحد الان. فين كتاكل فين؟ كناكل عند الناس عند مرة كتمشي كناكل عند مرة كنمشي لشي قهوة كناكل مرة كنمشي كنطلب شي واحد كيعطيني ناكل مرة كيجي شي واحد شي صاحب ولا شي حاجة كنريح كيخلص. هذا هو سميتو ايوا انا كنطالب المسؤولين باش يتسرعوا باش يعطيوني سميتو ديال الامتحانات ديالي باش ناخذ لومبلوا ديالي نعرف شكون الاساتذه اللي عندي باش ما بقاش نضيع الوقت هنايا يعني. نشوف عندي سميتو نشوف شنو هو المصير ديالي حيت دابا قضيه مصيريه. بغيت انا نحيد هذا سميتو ما بقاش يبرزني. ودابا كنلقى العراقي كنمشي سير رجع حتى لغدا حتى السيمانه الجايه حتى. وانت كتشوف حتى بس الدبلوم ديالي راه هزو شي واحد ما عرفتش واش هزو راه لاحاو في واحد القناه في واحد سميتو في واحد الموقع قالوا لي سميتو كيقول لي راه غنجيب ليك مازال ما شفت والو. ملي كنبات هنايا كيجيو كيهزو لي سميتو شفروا لي المسائل. لقيت الحوايج تقلبوا لقيت بزاف الحوايج. ما فهمتش انا هادشي ما بغاش يتفهم ليا. وحتى الناس ديال الكليه راه كتمشي دابا راه دابا لومبلوا شي شهر هادي وانا كنمشي كنجي باش نشد لومبلوا ديالي مازال ما كاين والو. كتقول لهم كيقولوا لك القيدهم ما كاينش تيجي القيدهم انا فين غنقلب على القيدهم. هادي ماشي الظروف ديال الطالب ديال 2020. انا كنلاحظ ان هناك تراجعات داكشي اللي كيوعدوا به في سميتو في الوزاره وفي البرلمان وفي بزاف د الحوايج ما كتجي الواقع كتلقى واقع اخر. حتى من الناحيه الامنيه راه كتكون مهدد. وفعلا حتى داكشي اللي يستر عليه سميتو اللي كيقول الدستور ديال المغرب الحق في السكن الحق في العيش الكريم الحق في التغذيه راه كنشوف هناك تراجعات. كتمشي ما كاينش المسؤولين كاع ما كاينش شي واحد كتقول ليه عطيوني دابا المسؤول كيقول لك انا ماشي مسؤول. خصنا نعرفوا دابا معاش غنهضروا. كتمشي دابا سميتو كيصيفط هذا عند هذا كتمشي ما كاين والو. اذا الزنقه صعيبه شويه الانسان اللي بغى التحصيل العلمي باش الزنقه لا ما حيت الناس بنادم ديال الزنقه عاوتاني راه في شكل وطالب شكل اخر. طالب خصو بزاف الحوايج خصو منحة خص تكون منحة جامعية خص توفر ليه السكن خص زعما بزاف الحوايج. الزنقة لا كتغير شي حاجة كيشفروها عليك انت عاوتاني راه كلشي مشى مابقاش غتركز تمشي باش تبريباري باش تمشي دوز الامتحان مابقاش كتكون عندك ديك الرغبة كتلهم بسايل الاخرين. انا كنطلب جميع الجهات المعنية ياخذوا سميتو ديالو بعين الاعتبار ما يكونش هادشي عاوتاني راه ماشي غير كنهضر يديها ليه.
بغيت انني نوصل لواحد النتيجه، بغيت نخرج بواحد النتيجه. هذا الشيء جيت كنعس هنايا من اجل واحد النتيجه، جيت اعتصمت هذا اعتصام باش انني نلقى واحد الحل، باش بهذا الشيء بغيت نحسن فيه. ما بقيتش انا بغيت انا نشد الاجازه ديالي.